يحتفى بعيد الصحافة هذا اليوم ذكرى تأسيس جريدة الزوراء منذ العام 1869. هذا التاريخ الضارب في القدم يا أستاذ علي، وما زال العراق يتذيل قوائم البلدان لناحية حرية الصحافة. لما ما زلنا نحتفظ بهذه المراتب المتأخرة؟ مساء الخير عليك وعلى جمهورك الكريم. أولا أهنئ زملائي الصحفيين بعيد الصحافة العراقية، ونذكر أن الصحافة العراقية هي يعني مهنة المشاق، مهنة التعب، مهنة المخاطرة. يعتبر العراق لغاية الآن هو من البلدان الخطرة جدا بالعمل الصحفي. العمل في مجال العراقي بالذات كمجال الصحافة خطر جدا. عدد زملائنا الصحفيين قد وصل لقرابة 500 شهيد صحفي. لذلك اليوم الأجواء لغاية الآن صعبة جدا بالعمل الصحفي، وخصوصا في ظل أجواء لا تفهم معنى الديمقراطية وضغوط سياسية كبيرة جدا واستغلال للسلطة من قبل سياسيين بتضييق على حرية الصحافة وعلى المساحة الصحفية، وفضلا عن عدم تطبيق قانون الصحافة المادة قانون 21 سنة 2011 لغاية الآن، ولا توجد تنفيذ لقوانين لمصالح الصحفيين، بل هنالك تعسف في استعمال الصحفيين وكذلك ملاحقات قضائية وغيرها واستغلال نفوذ السلطة في متابعة الصحفيين بمحاولات طرد من العمل وكذلك محاولات اغتيال، وهنالك عدد من الصحفيين تم اغتيالهم. لذلك العراق اليوم أصبح هو في مقدمة الدول في عدد الضحايا أو الشهداء من الصحافة العراقية.